نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي الأفاضل، أوفياء قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، وأوفياء بلسم، حصتكم الأسبوعية الصحية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد مع موضوع كنا بدأناه من قبل، وما هذه إلا مواصلة على الدرب للوصول إن شاء الله لقطف ثمار إن شاء الله يكون فيها الشفاء لكثير من المرضى. الموضوع اليوم حول مكافحة المخدرات، ولأجل ذلك استضفنا الدكتورة عنتر العالية. أهلا وسهلا دكتورة عنتر، مختصة في مكافحة الإدمان، في العلاج من الإدمان. أهلا وسهلا دكتورة عنتر. وكذلك استضفنا الأخصائية النفسية بو يعقوب ريما، أخصائية في العلاج الوظيفي. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة. العفو، ويشرفنا أنك تحضري معنا أستاذة بو يعقوب. بداية أبدأ بالأستاذة بو يعقوب، هل من تعريف للعلاج الوظيفي في حالة الإدمان على المخدرات؟ تفضلي. العلاج الوظيفي يتدخل في إطار إعادة تكييف المدمن بعد العلاج، يعني كيفاش هذا المدمن يخرج من الإدمان نتاعو ويبدأ حياة جديدة. احنا رانا رايحين نرافقوه في هذا الإطار، وين يبدأ يخلق نشاطات جديدة ويعيش حياته من جديد بدون مخدرات، يلقى بدائل للمخدر اللي كان ياخده، بدائل عن طريق النشاطات. يقدر أنه يكون عنده مشروع إعادة إدماج اجتماعي في إطار دراسة، في إطار مشروع مهني إلى آخره. الدور نتاعنا أنه نرافقوه أنه يتخذ هذه الإجراءات اللازمة، وأيضا تفادي الانتكاسة. بهذه المشاريع اللي راه رايح يقوم بهم، هذه الخطوات رايح تكون وقاية باش ما يعاودش يولي مرة أخرى الإدمان. نعم، شكرا لك أستاذ أبو يعقوب. يا ريت دكتورة عنتر، وكان سبق لك مريتي معنا في حصة من حصص بلسم حول كذلك مكافحة الإدمان، كانت البداية، ونحن دائما مستمرين طبعا خلال على مدار السنة في كل مرة هكذا لكي نوصل للمشاهد المفاهيم الصحيحة. عسى أن يكون للحصة إسهام في القضاء على هذه الأمراض مثلها مثل كل الأمراض. الإدمان مرض دكتورة عنتر ككل الأمراض، وطبعا ينجم عنه مضار اجتماعية، مضار نفسية، مضار مهنية. فياريت نعرف للمشاهد الكريم ما معنى الإدمان لكي لا نعتبره بالنسبة للبعض، هناك من يعتبره آفة خلقية أخلاقية، لكن هو في حقيقة الأمر يصنف من بين الأمراض. هي حسب المنظمة العالمية للصحة، اليوم مرض الإدمان هو مرض كباقي الأمراض، لازم له صدر علاج. العلاج بيان سور يكون عن طريق مختصين في هذا المجال. إذا عطينا التعريف بصفة عامة على الإدمان، الإدمان هو بيان سور هو عن طريق، إذا هضرنا على الإدمان، هو الأول عضو توجه جسم الإنسان بهذا المواد سي الدماغ، المخ. لو فات صديقي توجه سافا أونتخيني، راح ينجم تغيير تاع سلوكات تاع تصرفات تاع الإنسان. سي بور سا الإنسان إذا أول بايزومبل الأعراض اللي هضرنا عليهم تاع الادمان، سي الانسان يبدا يبان عليه التغيرات تاع السلوكات التصرفات تاعو اللي سي نورمال، باسكو لا سيلو نيرفوز اللي اتانت اي سي يتمشى في لو بروسيسوس تاع تغيير السلوكات والتصرفات تاع الانسان. نعم، احنا دائما في مفهوم الادمان دكتورة عنتر، باش يكون التعريف واضح وشامل، الادمان يشمل مواد يتناولها الشاب او يتناولها الانسان، مواد دينيغوليبتيك يعني تاع لتقيس الجهاز العصبي، او مواد ممكن هي من يعني بصفتها مضاده للالام ويكون عندها مضاعفات جانبيه اللي ممكن يصيب اللذه فيها المدمن، او هناك انواع اخرى من الادمان. حبيت لو نعرف المشاهد المفهوم الشامل للادمان، لانه تعدى اليوم الادمان الى تناول مثلا الحلويات يعتبر من الإدمان، الإدمان على شبكة الإنترنت يعتبر من الإدمان، أليس كذلك؟ يا ريت يكون هذا التوضيح الشامل لمفهوم الإدمان.
إذا هضرنا على الإدمان، الإدمان كاين الإدمان بالمواد افيك سوبستانس وإدمان سون سوبستانس. نعم. اللي هي فايزون سون سوبستانس الإدمان على الإنترنت، على لي بورتابل، على صديق على فايزون لو كومبورتمونتال السلوكات. نعم. هي وين تيكون كاين مشكل؟ باسكو كاين إدمان إيجابي والإدمان السلبي. دونك إدمان إيجابي الإنسان فايزون هضرنا على سبور، كاين إدمان على سبور. مي كيكون ادمان اللي فيه كيما حنا نقولوا فائده إيجابية يكون ادمان ايجابي. ادمان سلبي يعني هو يمارس الرياضه، هذا هو الادمان الايجابي. ادمان فوالا صادق ما يجيش ما ينجمش صادق لاكتيفيتي تاعو النشاط تاعو ما يجيش يستغنى على ذاك النشاط فوالا. نعم. باسكو هذاك النشاط يعطي له ان بليزير، يعطي له نشوه. دونك الا هضرنا فايز مع الادمان السلبي، الادمان السلبي هو الادمان وقتاش نهضوا على ادمان نهار الانسان يبدا سو روتونتير التاثير على السلوكات تاعو، على العلاقه تاعو مع العائله، على النشاطات تاعو. نعم. على الحياه المهنيه تاعو. اي سي ا بارتير دو لا اللي يبدا يكون نصنفوه الادمان ادمان، يبدا التعريف تاعو. نعم. باسكو الانسان يبدا يفرط في المشاريع تاعو، في يومياته، علاقته مع الاسره، علاقته مع ولاده، في الخدمه، اي يولي كاع لو سونتر دانتيغي تاعو كيفاش يدير يعاود يجيب هذيك الماده، ولا كيفاش يدير ما يستغناش على هذاك النشاط. نعم. هنا صديق سيدي هضرنا على تعريف بصفه عامه هنا يعني نهضروا عليه. نعم. يا ريت استاذ ابو يعقوب انا نوجه لك السؤال من ناحيه اخرى. الادمان حنا نتناولوه عند الكبار، عند الشباب، عند المدمنين على المخدرات عموما، ولكن قد يبدا الادمان منذ الصغر عند الاطفال. اليوم هذه موضه جديده ظهرت، اطفال 3 سنوات 4 سنوات او اكثر بقليل مدمنون على مشاهدة الأفلام الكرتون على أجهزة الكمبيوتر، يعني على الهاتف إلى غير ذلك. هل يعتبر هذا كذلك من الإدمان؟ يعني ويكون هذا هو بداية الإدمان أم صحيح. ممكن هذا النقطة ممكن أنا مخطئة فيها؟ يا ريت. لا ما كيش مخطئة، يعني هذا الموضوع هو موضوع جديد، يعني الآن وين بدأ تظهر هذا الإدمان الجديد على لي تابلات، نقولوا إدمان نوميريك اون فاتيغ على لي تابلات ولا دي جو فيديو اكسيتيرا. دونك هذا مفهوم جديد نتاع الإدمان. وهل يعتبر إدمان عند الطفل صاحب 3 سنوات 4 سنوات؟ قد يكون إدمان يعني يقدر يكون يعني الأعراض نتاعه أكثر. راهم يهضروا اليوم على وشنو هما الاضرار اللي تسببهم هذا. نعم. الاستعمال المتكرر نتاع هاد لي جو فيديو، نتاع لي تابلات نيميريك اكسيتيرا. نهضروا الان على الاضرار اكثر من ادمان يعني على كل حال. وايضا تكمله واش قالت الطبيبه عنتر، الادمان ماهوش رايح يكون في يوم، معناتها ماشي ابني. نعم. تعطى المخدر الماده المخدره تعطاها اليوم اصبح شخص مدمن. نعم. الادمان يبدا غالبا بتجربه، تجربه لاكتشاف وشنو هذه الماده وشنو المفعول نتاعها. سمعت عليها في الخارج، هضروا لي عليها الشباب، لو فوازيناج، الجيران، دونك حبيت نسييها وفي الدار ما هضروليش عليها. سي سا لا ديفيرونس، سي كو واحد من لي بارون ما هضر لي عليها وبرا سمعت عليها اشياء. نعم. ربما نحوس نكتشف وشنو هو المفعول نتاعها. نعم. دونك نروح نجرب. بيان سور لي في الاول جينيرالمون يكون بوزيتيف بالنسبه للمستهلك، هذا المراهق اللي ياخذوه راح يحوس يحس احساس جميل، احساس بالراحه. هذا الاحساس هو اللي يخليه يكرر التجربه مره اخرى. نوليو في الاستهلاك المتكرر، استهلاك مناسباتي متكرر، ومن بعد تولي تبعيه للماده او لعده مادات. وينتاش نهضروا على التبعيه للماده؟ وكي تكون هناك زياده في الجرعات الماخوذه، يعني كان ياخذ اون فوا بار سيمان يولي يوميا ياخذ ويزيد في لا كونتيتي. وكي يحوس يحبس ما ياخذش يظهروا اعراض الانسحاب اللي هو لو مونك، يقدر يكون جسدي ويقدر يكون نفسي. دونك مونك فيزيك، فيزيك باغ اكزومبل يحس الم الراس، الم الظهر على حسب لا سوبسونس اللي ياخذها. ويحس ثاني اثار نفسيه، القلق، الانفعال الشديد. وهنا وين يبداو يظهروا هادو الاضطرابات اللي العائله تنتبه ليهم. الام تقول لك وليدي ماهوش ياكل كيما كان، فقد الشهيه نتاعو، ماهوش يقدر يرقد، بدل لونتوراج نتاعو، ولا عنده صحاب جدد ما نعرفهمش ماشي اللي يقراو معاه، ولا ما يدخلش بكري للمنزل، ولا ينعزل عن العائله. دونك هنايا وين نقولوا باللي بدينا ندخلوا في الادمان. ولكن يعني نديروا الفرق ثانيك بين انه الشخص عنده ادمان خفيف
إبدان متوسط وإدمان شديد. يعني هنا كي نستقبلوهم على مستوى المركز، يقوم الفريق الطبي والطبيبة بالتشخيص نتاعو. يعني لي بارون يفو با سافولي، ماشي معناتها تكيف ان جوان تاع الكانابيس معناتها خلاص راحت عليه راهو مدمن اكسيتيرا. يمكن تكون كاين هناك استعمال متكرر ظهروا فيه بعض المشاكل مما مازال ما وقعش في الإدمان. هنايا يعني نقدروا تمتم ندخلوا كفريق في إطار الوقاية، الوقاية باش ما يروحش للإدمان. وكاين الاشخاص اللي فريمون ادمنوا، هنايا وين ندخلوا في اطار العلاج. نعم، شكرا لك استاذ ابو يعقوب. مشاهدينا الافاضل، نمروا الى اول فيتير روبورتاج راح نشاهدوه معا بعد الفاصل حول الادمان، اضرار الادمان على الجسم. شاهدوا معنا بعد الفاصل. تذكر دائما يوم العرض ويوم السؤال ويوم تسأل عن جسدك فيما أبليت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن أربع: عمرك فيما أفنيته، وعلمك ماذا عملت به، وجسدك فيما أبليته، وما لك من أين اكتسبته وأين أنفقته. الإدمان يبلي الجسد ويأكله كما تأكل النار الحطب، فيؤدي إلى هزال ونحافة وضعف عام في جسم الفرد المتعاطي، وذلك بسبب فقدانه للشهية، كما يصاب بإسوداد أو إصفرار في الوجه، صداع يصاحبه إحمرار في العينين، كما يفقد الجسم قدرته على مقاومة مسببات الأمراض، بالإضافة إلى حدوث رنين في الأذنين بسبب اختلال النظام العصبي بهما، تهيج في الشعب الهوائية والأغشية المخاطية، وذلك بسبب تكون وترسب للمواد الكورانية في الشعب الهوائية. وقد تتطور هذه الأعراض فيصاب الفرد بالتهاب رئوي مزمن أو يصاب بتدرن الرئوي. يصاب الفرد بالعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي، وذلك بسبب فقدانه القدرة على هضم الطعام بالشكل السليم، بالإضافة إلى المعاناة من الامتلاء والانتفاخ، وكذلك الإمساك أو الإسهال الذي غالبا ما ينتج عند تناول مخدر الأفيون. المعاناة من بعض الالتهابات في الجسم مثل التهاب غدة البنكرياس، وبالتالي عجزها عن إفراز كميات كافية من هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم كمية السكر في الدم، والتهاب المعدة الذي ينتج منه عجز المعدة عن هضم الطعام بشكل سليم. تليف وتضخم في الكبد، وذلك لأن مكونات المخدرات تعمل على تحليل خلايا الكبد، وبالتالي يفقد قدرته في التخلص من كميات السموم والسكر المترسبة بداخله. تؤثر المخدرات على القدرات الجنسية وتحد من إفراز الغدد الجنسية على إفراز الهرمونات بالشكل المطلوب. فقدان الذاكرة والمعاناة من الهلوسة البصرية والسمعية والفكرية، وذلك بسبب التهاب المخ وتحطم عدد كبير من الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ. ارتفاع ضغط الدم داخل الشرايين الكبدي، وكذلك سيلان في الدم وانتشار التورمات في كافة أنحاء الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بداء اليرقان. المعاناة بالعديد من الأمراض القلبية مثل القلب الحولي وارتفاع ضغط الدم وانفجار الشرايين والذبحة الصدرية، فقر الدم الناتج عن فقدان الشهية وتحطم كريات الدم الحمراء، ارتفاع احتمالية الإصابة بداء السرطان وبداء الأيدز، أمراض نفسية وعصبية وعقلية قد تؤدي إلى الجنون وذهاب العقل. تذكر دائما وجسدك فيما أبليت. إذن مشكورة لمياء قاسمية على هذا الروبرتاج، حقيقة قد أعطيتي العموم يعني وأشملتي الكثير من أعراض الإدمان، أليس كذلك دكتورة عنتر؟ وحقيقة سنسأل على هذا الجسم فيما أبليناه، فحبذا يعني والهدف من هذه الحصة هو التحسيس للمشاهد باش أي واحد قريب منه يعني ممكن يوقع في هذه المشكلة يعرف وين يوجهه إلى المراكز المختصة لعلاج هذا المرض. بداية هناك بعض العلامات اللي ممكن لم تذكر في الروبورتاج، يعني ممكن هي تحدث للمدمن،
مثلا دكتورة عنتر، إلا هدرنا مثلا كما هدرنا من قبل قلنا التغيير، إلا هدرنا بصفة عامة تغيير السلوكات تاع الفرد، هي فاش تترجم في اضطرابات في النوم، اضطراب لو سيكل تاع الرقاد راح يكون بيرتوربي، مضطرب، لابيتي مضطربة، راح يكون أوسي أعراض فقدان الشهية، يعني فقدان الشهية، راح يكون ثاني اكتئاب، اكتئاب وبالدارجة توسويس أنكسيتي، حيت تكون صديق يكون يبان عليه ويظهر ويترجم في تصرفاته اليومية، راح يكون أوسي تأثير على الثقة في النفس، على تقييم الذات، راح يكون أوسي اضطراب في العلاقات مع العائلة، يدوفيان أغريسيف، ما يتفهمش معاهم، كوم سي هو راه على موجة على اون فريكونس وهما راه على اون فريكونس، ما يولي عنده أوسي اضطرابات من العلاقة مع الناس، متوسوس منهم، علاش راهم يشوفوا فيه، على راهم هذو يا فاني اوسي، ما نساوش حاجه اللي تبان اللي ما يفهموها جينيرالمون الوالدين، سي اضطرابات تاع لا كونيسيون، تنسيق بين الافكار والافكار تاع صديق تاع ممكن الفرد. تعطي امثله للمشاهد؟ نعم، مثلا الا هضرنا على التركيز راح يكون عنده نقص في التركيز، راح يكون عنده اضطراب اوسي في لا ميموار الذاكره القريبه، اذا كلفوه مثلا باش يشري اشياء ولا يروح يقوم بمهام للعائله. الا عطينا مثال قريب، مثلا الناس اللي تقرا، نعم صادير كو راح يبدا هذه غير لي باسكو سي نجمو نبداو ما في الاستهلاكات الايام الاولى، باسكو كاين فرق بين الاستهلاك وادمان، سي فا لا ميم شوز. هضرنا على هذا الاستهلاك وين يولي صادير يبان استهلاك لو بروبليماتيك، يدير مشاكل، ما يولي باغ اكزومبل الذاكره يبات يحفظ لو فات كو يوقف صادير يولي قدام الورقه تاع ليكزامي ينسى ينسى باغ اكزومبل وين حط المفتاح، وين حط التليفون، مع من نهضر، يعني عدم تركيز. لا لا سي لوبلي، سي كاريمون لا ميموار ريسونت. التركيز اوسي الي اتان، الانتباه الي اتان، صادير كو ميم لانفستيسمون، صادير كو كي يجي يخدم حاجه ولا ما يخدمهاش كيما هو حاب. نعم. علي سي تخي بيان باللي قادر يمد ما خير، مي ما يقدرش. صادير كو سي لو تو. كاع ما باغ اكزومبل اوسي كاين ناس اللي هضرنا على لي دوبل دياغنوستيك، الامراض اللي مع الادمان باغ اكزومبل كاين الامراض العقليه، بيناتهم انفصام شخصيه، بيناتهم راح يكونوا صديق يبانوا، باسكو كاين نظريات يقولوا سوا سي هذه المواد هما السبب تاع ظهور هذه الامراض، والا المواد هما اللي حفزوا هذا المرض بيخرج. سي 30% برك بور نو با فولي كاع المشاهدين، ادير سي فريمون سي 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 لا سي على هذا الشيء اللي احنا نقول لهم من الاحسن يتقربوا عن صديق المختصين في هذا المجال، هما اللي يديروا لي لو بوان على هذه النقطه. ثاني اوسي بور نو با فولي المشاهدين، ماشي معناتها اي واحد دوكا ما يقراش مليح ولا عنده اضطرابات في لي ريزولتا سكولير تاعو يربط العلاقه قباله مع هذا استهلاك هذا المواد. مي تبقى اون ريفليكسيون عند الوالدين، عند الوالدين ولي كومونسونس في طفل اللي تي بغيون، ومن بعد جور او لوندوما ما يقراش. سي سكون روسوا تو لي جور، هذا واش نستقبلو كل يوم. يقول لك باغ اكزومبل تي جون جينيرالمون، ثاني اونتر نفتح قوس، سي كو تجربه هذا المواد، جو بونس كو اليوم طرقنا على الاستهلاك، على الادمان بالمواد هذو اللي هي المواد المخدره، باسكو كاين ادمان اللي هضرنا عليه اللي بلاش هذه المواد، سي كو تجربه جينيرالمون حتكون بين 12 حتى 16-17 سنه، هذه اون فورشات عالميه هذه. دونك في هذه المده، في هذا الانسان الفرد يجرب. يجرب تعطي نشوه كما ذكرت مدام بو يعقوب، يتعطي نشوه ومن بعد ما عندوش اجابه. حاب يقول هي نشوه ومن بعد هما يقولوا له ماشي مليحه. ينغيف با يدي دون لومبيفالونس، مش عارف كي سباس. اي ومن بعد سي سا انسيت لا ريبيتيسيون، سي بور سا يعاود يكرر. من بعد الاستهلاك لا يعني ادمان، ومن بعد سي لا ريبيتيسيون تاع الاستهلاك، ومن بعد يصبحوا في الادمان. اي فا سافا سو رونتونتيغ على كاع الحياه اللي يكون فيها، باسكو اذا كان يقرا راح يكون نقصان في لي ريزولتا سكولير تاعو، ومن بعد باغ لا سويت يكومبخون با، يظل يقرا يقول لك نظل نقرا نحفظ، ومن بعد جي با دو ريزولتا. الوغ هو ما عارف علاه، الوالدين ما عارفين علاه، والشيخ ما على بالو علاه. سادير كو سي ابارتي من بعد يصبحوا، سادير كو يلابوندوني سي زيتود. هذه كاع هذه الفتره حتى كي يدخل في الادمان، با جينيرالمون الاعراض تكون واضحه. نعم. الوالدين ينتبهوا. فوي صادير كو سي با سي في الحقيقه اليوم وين كاين على حسب صادير كو نظريات كو دراسات، سي با لا فوت تاع لي بارون ولا لا فوت تاع الفرد ولا سي ان تو، هي في الحقيقه كاين ان تريونغ مثلث، كيف حتى الانسان يجرب، هي سا ديبون الفرد الحاله النفسيه في لو طون تي في ذاك الوقت كيفاه تكون، سا ديبون الماده وين هي اللي راهي ديسبونيبل، اي اوسي لونتوراج، زير المجتمع لازم يكونوا هذا النقاط متوفرين باه الانسان يتجرب.
وبعد التجربه تعطي احساس رائع باسكو سي لو بروميير كونتاكت تاع هذه المواد مع لا سيل الاسر يعطي اون ديشارج تاع لا دوبامين سي بور سا هو بور لي سي بيان. ذكرتي المحيط لونتوراج المحيط في التونتي اللي يكون حاضر باسكو لازم هذو الثلاث عناصر يكونوا متوفرين في نفس الوقت باه يجرب. نعم باش ما يكونش صادر هكذا وبعد يقول لك اه اليوم جو مدروغي سا سباس با كوم سا. يعني كاين عوامل محفزه باش يجرب. كاين عوامل هذو اللي هضرنا عليهم صادير سولون صادير عيطوا لها نظريه اوليفان اشتاين اي اوسي كاين القابليه لا بريديسبوزيسيون باسكو حنا اوني با ايغو ديفون سي سوبسونس ما نتشابهوش. كاين ناس اللي عندهم قابليه على هذا الادمان وكاين ناس اللي ما يديفلوبوش ادمان لازم نكونوا صريحين. D'accord, c'est-à-dire les scientifiques aussi. Par exemple, KNS, ils disent que les jeunes, ce que je reçois fait consultation, ils disent qu'on était un groupe, gassin à kif kif, l'autre, masra l'homwalou, ram gai khadmo, les qara, oui, ana hkmet fiya. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition neurologique. Si on veut, selon des études les plus récentes, KN, NES, les andhom kabiliya, mathalan, huma de l'indirasat, tibdahad l'arat ben msor. شكون هما كاين فئه تاع لي زونفون جينيرالمون فلاش بري سكولير يكونوا اكستيريوريزون سادير هذوك لي سون توربولون دراي صغار هو الاول دائما في الجروب ويلعب كيما يحبوا يلعبوا بيتو كيما يحب هو اللي توجور هو الاول التجربه هذا سادير معرض به سي ليسي اي لو فات ليسي اي سا كالم باسكو كاين ان سيستيم دو ريكومبونس او نيفو دو سيرفو ما ندخلش في لي ديتاي هو اللي سافا ابيزي لا دوموند تاعو. ومن بعد كاين فئه واحده اخرى كيف كيف من الاطفال اللي باسكو الدراسات يبداو من صغر قال لك علاش كاين لي سون بريديسبوزي كاين سو كي سون انترافيرتي سادير كو مجبدين روحتيهم ما يعبروش سي توجور دون لو كوان لو فات ايسيي سافا لوي كريي بور لوي بلاس ينجم يهدر كذا سي سا سادير سي لي دو سي لي دو لي دو اكستريميتي اللي يكونوا معرضين باه سادير يسيو ويعاودوا ليكسبيريمونتاسيون التجربه. نعم انتم دائما في مجال مكافحه المخدرات معالجه الادمان نظمتوا في ولايه بازا طبعا تحت اشراف وزاره الصحه في 24 جوان يوم اعلامي دكتور عنتر هكذا بالتنسيق مع وزاره الصحه راح نشوفوا مشاهدينا الافاضل روبورتاج حول هذا اليوم الاعلامي حول اشكاليه الادمان على المخدرات شاهدوا معنا بعد الفاصل. بدار الثقافة أحمد عروة بالقليعة نظمت مديرية الصحة والسكان لولاية بازا بالتنسيق مع المركز الوسيط لعلاج الإدمان بفوكا يوما إعلاميا حول المخدرات. الهدف من الجورني سيتي كو سيكون كاين ان اسباس وين كاع المديريات ولا كاع القطاعات يساهموا في ظاهرة صديق مكافحة المخدرات سوني بلو لافير تاع الصحة ولا تاع الأمن ولا الدرك الوطني كاع معنيين بهذه الظاهرة وكل واحد في القطاع تاعو يعرف كيفاش يدير يوصل ولا صديق يصيب حل لهذه الظاهرة على مستوى القطاع تاعو. 2012 كان عندنا 9000 مدمن اللي جاونا المراكز وفي 2017 أكثر من 23,000 مدمن اللي جاونا للمراكز، يعني تقريبا الرقم راهو ضرب في ثلاثة. هذا يدل على أنه الناس راهي بداو يجوا يعالجوا نفسهم، ويدل كذلك على أن المراكز انتشرت في كل الوطن. لذا وزارة الصحة يعني وزارة التعليم العالي داروا سيرتيفيكا ديتود يعني شهادة مختصة في علم الإدمان راهي أول دفعة تخرج السنة هما بحق دفعتين دفعة تخرج من بليدة ودفعة تخرج من الجزائر العاصمة من الجامعة تاع العاصمة يعني دفعتين يكون 61 طبيب يعني عندهم كفاءة في هذا الميدان. إشكالية استفحلت في مجتمعنا اليوم المخدرات وللقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد شبابنا اليوم يقدم المركز الوسيط لعلاج المدمنين على المخدرات العلاج الطبي النفسي والاجتماعي. المركز هو واحد من مجموع 53 مركزا متواجدا على مستوى الوطن.
في 2017 استقبلنا 2010 حاله اللي طلبت العلاج، من بيناتهم كما درنا الحالات الجديده لي نوفو كا اي لي زونسيان كا لي صادير سون انسكري دون لا ثيرابي. على حساب البرنامج الوطني اللي درته وزاره الصحه، سي هادو المراكز الوسطاء الوسطاء لعلاج الادمان عندهم نظام خارجي كاين فرق بينهم وبين المراكز الاستشفائيه. النظام الخارجي سي اون برون لا بيرسون دون سا توتاليتي، حبيقو ندو الانسان الفرد اللي عنده صادير مدمن ولا عنده بروبليم افيك لا كونسوماسيون تاعو، اون لو برون هو والعائله تاعو اي سون انتوراج اي نرافقوه باه هو يصيب حياه ولا سلوكات واحد اخرين بدون هذه الماده اللي ديجا من قبل لافي ان ريتم دو كونسوماسيون معها. بما ان الماده المخدره تمس الصحه العقليه للانسان، فحتما المخدر هو جريمه في حد ذاته، دور وقائي تقدمه سلطات الدرك الوطني في القضاء على إشكالية المخدرات من خلال مخططه. الدرك الوطني بنى المخطط نتاعو في الوقاية والردع. في الوقاية كيف نؤثر من طلب على المادة المخدرة، وفي الردع الجواب على التساؤل التالي كيف نؤثر على عرض المادة المخدرة في ميدان الوقايه، كيفيه التاثير على الماده المخدره. دونك انا وشي النشاطات اللي الدرك الوطني يديرها باه نحفزوا الشاب انه ما يدخلش في المسار هذا. بالاضافه الى ذلك الدرك الوطني في 2005 احدث وحدات متخصصه في الوقايه سماها وحدات فرق حمايه الاحداث، باعتبار حمايه الاحداث هنا الدور تاع هذه الفرق هو دور وقائي 100%. يعني واش معناتها؟ معناتها الهدف نتاعهم هو وقاية وتحسيس الشباب من جميع الآفات الاجتماعية بما في ذلك المخدرات. بالنسبة للشق الرضعي هنا نشوف الشق الرضعي القيادة عطاته أهمية، لازم كيفاه نديروا خطط عملياتية باه نأثروا على الشبكات الإجرامية. أولا نقصوا من المادة المعروضة المخدرات، دونك نقصوا من تهريب نتاعها، وتفكيك الجهد الثاني تفكيك شبكة الإجرامية. إذن شكرا للقائمين على هذا المشروع وعلى خاصة إشكالية المخدرات في الجزائر، طبعا وزارة الصحة وخصوصا بروفيسور شكالي، إذا وكل الفريق وكل في مكانه له دور في بناء هذا اللبنة، هذه الأساس اللي راه بدا بداية، هذه كانت البداية في مشروع علاج الإدمان على المخدرات. نرجع لسيد أبو يعقوب، طبعا هناك 53 مركز للعلاج عبر الوطن، فهل يا ترى لو تحدثينا ممكن جدا على الفرق اللي تعمل في هذا المراكز، وخصوصا تواجد الأخصائي النفساني، هل يا ترى المريض أو المدمن على المخدرات لما يبدأ يكمل العلاج الوظيفي إلى نهايته أم هناك فيه تراجع؟ شكرا على السؤال. يعني المشاهدين لازم يفهموا أن علاج الإدمان يكون من طرف فريق متعدد التخصصات. يعني ما كاش الطبيب، ما كاش غير الوصفة، كاين أخصائي نفساني، كاين أخصائي اجتماعي، كاين مستشارات قانونية، وكاين علاج الوظيفي أيضا. يعني سي توت اون ايكيب لي الفا بورتي لو بروجي مع لو باسيون، ترافقوا باش يخرج من الإدمان ويبدا حياته من جديد. دونك كل واحد فينا عنده دور من أي ناحية ومن وفي أي مرحلة. يعني يقدر الشخص لما يجينا يكون في مرحلة مازال ما تاخذش القرار نتاعو أنه يتوقف نهائيا، جا قال نشوف بالك هما يقدروا يعاونوني باش نتخذ القرار، باش ندير الكوراج، باش نبني الإرادة نتاعي. دونك هنايا يكون عندنا تدخل، الأخصائي النفسي رايح يقوم دي زونتروتيا موتيفاسيونيل. عفوا، هل يمر أولا بالفحص عند الدكتور أم يمر مباشرة كتمهيد عند الأخصائي؟ الحالة اللي تجينا، يعني حالة يعني يقعدوا يجيو الأولياء باش يسقسيو في أول الأمر، دوك يجوزوا عند الأخصائيين النفسية تشرح لهم المركز الدور نتاعو كيف يتم العلاج إلى آخره.
ومن بعد يجي الشخص المعني مثلا ويقول باللي اني مستعد اني نبدا نعالج اكسيتيرا، يجوز عند الطبيب ماهوش مستعد، دونك يشوف مع الاخصائيه النفسانيه ولا مع الطبيب. دونك سا ديبون لو كا وين يكونوا دي زونتروتيان موتيفاسيونيل باش نعاونوه انه يتخذ القرار في سا ديسيسيون. و سي او فور ا ميزور نتاع لي زونتروتيان كل ما يجي اشاك فوا رايح تتبنى الاراده نتاعو اكثر واكثر، يربح اكثر في الثقه في النفس نتاعو ويمشي. دونك سي ان بروجي ا لون تيرم، ما نقدوش نقولوا يجي في حصه ولا حصتين وفرا المشكل، نو يقعد، يقدر يقعد 3 شهور 6 شهور الى اخره مع مرافقه العائله طبعا دائما. فيما يخص العلاج الوظيفي ايضا يتدخل في عده مراحل، باسكو من الاول يقدر يجيونا اولياء يقول لك وليدي راهو في حاله كارثيه اكسيتيرا، حنا كي نشوفوا الطفل نشوفوا باللي عنده استهلاك مناسباتي، دونك مازال ما دخلش في الادمان، مع الاول نسجلوه في حصص وقائيه باش ما يروحش للادمان، دونك هذا اون انترفونسيون تكون اون جروب دو بريفيرونس ولا انديفيديوال اذا كان لو كا وحده. عندنا دي ادوليسون باغ اكزومبل 13 15 ans اكسيتيرا مازال ما دخلوش في الادمان، دونك تكون هناك حصص وقائيه وين نعطيوهم المعلومات اللازمه بطريقه علميه باش يفهم اكزاكتومون شنو هو هاد المواد اللي هو يسمع عليهم برا وهو ما على بالوش سياهم قال باللي ملاح، بصح ما عطاولوش المعلومات الصحيحه. دونك الهدف نتاعنا كاخصائيين اولا تصحيح المعلومات اللي لقاهم في الشارع ونعطيولو المعلومات العلميه الجديده ونستعملوا دي فيديو اكسيتيرا، طرق اللي تسهل نوصلوا الميساج. دونك نتفاداو الحوار اللي يكون فيه تأنيب ما لازمش دير او هاد الحاجه، نضخموا الامور نقولوا له لو كنت تستهلك راك رايح تموت راك رايح نو، لازم نكونوا واقعيين نعطيو له المعلومه سو سوا سون اكزاجيري سون لو كولبابيليزي اكسيتيرا. سيد اون بعد معليش راك سيدها ما كنتش عارف شنو هي، الدور نتاعنا حنايا نصححوا لك المعلومه. وكاين اشخاص ثاني كيجيو في طور العلاج يكونوا اون تران دو كونستروير الاراده نتاعهم، هنا ثاني نرافقوهم au fur et à mesure يبداو يديروا لي شانجمون تغيير، كيفاش نيفيتي لونتوراج، كيفاش نيفيتي لي كونتاكت، كيفاش نكري دوتر انشطه اللي يخليوني ما نروحش ليها اكسيتيرا. يبداو بلي شانجمون اللي يديروهم في لونفيرونمون تاعهم في المحيط نتاعهم، ابخي الماده يبدا ينقص فيها بلاقل بلاقل، يشوف بلي كاين دوتر بريوريتي، دونك يتراجع الاستهلاك او بروفي تاع الماده نتاع الانشطه اللي راهم يقوم بها يوميا. وكاين ثاني اشخاص كي عارفه لما يبداو الاستهلاك في سن مبكر جينيرالمون في سن المراهقه وين يكون الدماغ اون بلان ديفلوبمون في تطور، لانه الدماغ يحبس التطور نتاعو 25 سنه. دونك كل ما يكون لينيسياسيون مبكره استهلاك الماده في سن مبكر باغ اكزومبل 11 سنه 12 سنه، كل ما تكون هناك عواقب على المستوى المعرفي كبيره، باغ اكزومبل كيما قال الطبيب عنطر ضعف التركيز الانتباه اكسيتيرا. دونك ندخلوا هنايا نشوفوا شنو هما القدرات اللي فقدهم الشخص اللي نقدروا نعاونوه باش يعاود يسترجع بيتي تابتي هاد الحاجات اللي فقدهم بفعل استهلاك هاد المواد. علاش هاد الاشياء مهمه؟ لانها هي اللي راح تخليه يتخذ القرارات اللازمه في حياته، يتخذ مشروع ويكملو جوسكوبو اكسيتيرا. دونك من الاول نقدروا نقولوا باللي نبداو نشوفوا النقائص اللي عنده باش نقدروا نمشيو معاه، وتانيك سولون لو ريتم نتاعو، يعني ما نجوش ما نقولولوش لازم تحبس رابيدمون وراك في خطر اكسيتيرا، نشوفوا لو ريتم نتاعو هو، نرافقوه غير بالعقل اون لو سوي بابا، ومن بعد هو اللي يلفا نو غيدي بارابور لي زانفورماسيون اللي نمدوهم اكسيتيرا. و لاكومبانيمون تاع لا فامي اللي هي تانيك لازم تفهم باللي انه العلاج يكون على المدى الطويل، مالوغوزمون سي سا ما نقدروش في نهار نتهناو و تو سي با اوسي فاسيل. دونك لازم كامل كيما رانا نكونوا نمشوا ان سيل ريتم باش الشخص هذا يرتاح ويدير فينا الثقه ويكمل جوسكوبو. اذا هذه منهجيه، يعني هذه استراتيجيه علاجيه هكذا اللي تعطي نتائج هكذا. نعم تفضلي دكتور عنطر. كل هدف تاع العلاج سي كل انسان يكون مسجل في اطار علاج،
نعم، هذا اول هدف تاعنا. استغلو فات كل انسان يقعد في اطار علاج، الفرد يقعد في اطار علاج اللي فما اون بو فير ان ترافاي افيك لوي، خدمه مع لي سادير جلسات تحفيزيه لونتروتيان موتيفاسيونيل، سادير لو برينسيپ كاع تاع لو ترافاي كاع تاع ليكيب اي سو با سور ان ترافاي موتيفاسيونيل، جلسات تحفيزيه اي بيان سور شاكان كل واحد جلسات عيدي من فضلك، جلسات تحفيزيه لونتروتيان موتيفاسيونيل سي كو سي ا بارتير دو لا سادير شاكان فا انترفي كل فرد مختص يفا intervenir في المجال تاعو. نعم. سي هذا هو الهدف. من بعد بار لا سويت اون فا كونستروير لو بروجي معاه اللي يوصل به هذا البروجي باه يستغنى عن الماده. يعني ماشي كي يدخل قباله سي كو الهدف يفا اغيتي. سي با سا سي الهدف سي كو يقعد في اطار علاج ومن بعد سي بار لا سويت نصيبوا طريقه معاه اللي كيفاش يدير يحبس. بدون ما يكون كيما حنا نقولوا صادير ان اغي بروسك ولا بروتال ولا عنيف على الدماغ باسكو فيه اضرار. نعم، حتى سي بوسا اللي كيحبسوا يحب يقول لك شديت 15 جور شهر شهرين ومن بعد هوب جي روشوتي عاود تنتكس عاود كونسوميت. سي كو الهدف ماشي هذا هو الهدف، سي كو اون فوا انسان يوصل ان بروجي قال يا ايفا اغيتي لا كونسوماسيون سي كان اغي افي، هذا هو الهدف باه ينجم يصيب حياه واحده اخرى. اي سي بوسا لي سي ان ترافاي اللي مسجل في الوقت. عندنا دي باسيون سي اون فو سي سي فري سي غار مي كاين اللي عندنا كان لازم عام. داكو اون اني ان اكومبانيمون هبدومادير باسكو انا دي كونسلطاسيون شاك سيمين ومن بعد حسب استقرار باسكو كاين مراحل كان ندخلوا في العلاج ومن بعد كاين المرحله الاولى سي استقرار اولي ومن بعد استقرار نهائي. داكو اون بارل با دو في الادمان ما نهضروش على الشفاء نهضروا على الاستقرار. داكو سا كان استقرار اولي بعد استقرار نهائي اي شاكان سون ريتم شاك باسيون عنده الريتم تاعو. نعم، كنت على حسب ما ذكرنا في ما سبق يعني هذا العلاج على الادمان قلتي يتم عبر مراحل هكذا مراحل. المرحلة الاستقرار الأولى ثم الاستقرار يعني هذه هي الكيف كيف يتم العلاج كيفية العلاج حبينا لو نعرفه لأنه إحنا المشاهد ممكن عموما كلنا نعلم أنه العلاج يتم بوصفات فيه أدوية هذه الأدوية ممكن نعرفوا المشاهد وش هي؟ طيب هي في الحقيقة علاج مباشر هكذا اللي يسو باسيون نوغ دونونس ان تخاتمون سا نيكزيست نول بار في العالم ما كاينش صادق كو مادة تعوض مادة داكوغ كو الهدف سي كو اون فا ايسيي الحاجة الأولى إلا هضرنا على الوصفة باه نجاوبوا الوصفة هي عندها دي تخاتمون اللي هما الهدف منهم كاع سي ينقصوا الأعراض الانسحاب. نعم داكوغ صادق كو باسكو الدماغ ريفا كخيي راح يخلق اعراض. احنا رانا في مرافقه الانسحاب فوالا توسويس اكتئاب ديزيكيليبر اضطراب في النوم اضطراب شغل المزاج تاعو صادير سي تريتمون اي فون ليدي اي فون ديمينوي صادير مي مومش راح اي فون ريغلي 100% تو سا مي صادير سي ان ترافاي اللي الفرد يديرو مع روحو واش راح كيفاش راح يصير فوي صادير كيفاش راح يصير باه ما يعاودش يعاود كيما حنا نقولوا ديكلونشي صادير لو سيكل داخل الدماغ تاعو تاع المونك فوالا صادير كيفاش حتى يحكموا سي ان تو على بالك ماهيش زعما ما كاش اون استراتيجي هكذا باينه زعما كاين اون استراتيجي اللي ندمشوا بها حساب الفرد كاين اللي يجي ايدي بخي بوغ ان اغي ايميديا كاين اللي يجي يقول لك لا نروح غير بالعقل. هذا المثال توافقوه؟ بيان سور حنا اون ريسبكت لو شوا تاع لا بيرسون. نعم، مي هو وقتاش سي فري كي يجي فايك ان شوا ومن بعد سي بعد الجلسات التحفيزيه اللي هما مبنيين على دي باز سيونتيفيك نورولوجيك على كل حال نورو سيونتيفيك مي سي ان موديل كيما حنا نقولوا على حسب المقاييس العالميه سيتيغ هذا سي با ان موديل انفونتي ا نوتر نيفو داكور سيتيغ كو لا بريز اون شارج التكفل بحياه الادمان عندها موديل عالمي الموديل هذا هو سي فري كو ما يشبهش لي زوتر سبيسياليتي. داكور لا سبيسياليتي هذه ال انجاج لا بيرسون هو اللي فا سونجاجي معانا احنا الدور تاعنا سي المرافقه مانا في التوعيه مانا في الجلسات صديق تاع التوعويه ولا بايزون دير هكذا ما ديرش هكذا ولا نقيديوه سي با سا او كونترير احنا رانا هنا بنرافقوه نقدموا المعلومات الصحيحه سيونتيفيك يدير ان بوان فيك سا كونسوماسيون يعرف روحو واش المرحله راه واش من اسكو راه في الادمان ماهوش في الادمان ضعيف خفيف متوسط ادمان مرتفع سي اون فو ديبوندون سيفير بلوس الاعراض اللي داروهم له سي ا بارتير دو لا كي تبدا لا بريز دو كونسيونس يبدا الوعي عنده ومن بعد نبداو نسيرو في الطريقه قال واحد اخر يفا سيغ بلي انا نروح غير بالعقل واحد اخر يقول لا انا قباله اي اون فا فوا داكور سادير كو الدور تاع المرافقه العلميه. نعم،
الأولياء اكتشفوا بأن من خلال الأعراض اللي وصفتيها أنه ابنهم مدمن، وين يروح؟ وين يدوه؟ أو يسكن في مثلا في أي ولاية من الولايات، أو مثلا في العاصمة، على حساب شرق العاصمه غرب العاصمه على العاصمه. نعم. هي على حساب بروفيسور شاكالي سي فري سكيل في الروبورتاج ك نعم. وزاره الصحه عندها بروجي 53 مركز علاج الادمان على المستوى الوطني. هم موجودين اليوم ولا مازال ما توجدوش؟ كاين 40 مركز. نعم اللي راهم كاينين سي فري ك لي ستركتور راهم هنا. هضر على لي ميدسان سبيسياليست اون اديكتولوجي اللي الدفعه تاعهم تاع صدي راح يخرجوا في صدي في سبتمبر. حنايا صدي فتنا باسكو يا دو، وحده سور الجي وتاخرى سور بليده. احنا تاع بليده صديق سي ديكراش تاع كلكو مو سي تو. يخرجوا يفون اتر افيكتي في لي في المراكز هادو، اي تبدا العلاج دوكا. سي فري كو يتقربوا من المختصين سي ميو، باسكو احنا نرافقوا الوالدين داكور. صديق عندنا دي بارون يجوا وحدهم. والمركز والاسم تاعو كيفاش يتقربوا؟ مركز الوسيط لعلاج الادمان. في كل مركز كاين ولايه، في كل ولاية كاين مركز. باردون الا هضرنا على المركز في كل ولايه، في كل ولايه هضرنا على العاصمه سطيف لي كوندويرا فيهم زوج بايزون سور الجي، كاين واحد است واحد واس، واحد في شراقه واحد في في فور. هذا المركز تابع لمصلحه الامراض العقليه؟ نعم تابع لمديريه الصحه، تابع لمديريه الصحه، تابع المؤسسه بايزون بلا هضرنا حنايا على تاع فوكا. نعم. تابع لو بي اس بي تاع بو اسماعيل اللي تابع هما تابعين مديريه الصحه. اذا المريض مثلا هو مريض، وين رايح نوجعه؟ انا طبيبه عامه ويطيح عندي مريض بهذا المواصفات وعنده هذا الاعراض، حبيت نوجهه نكتب في المركز الوسيط، المركز الوسيط تاع الولايه لعلاج الادمان تاع الولايه اللي يسكن فيها الانسان، تاع ولايه العاصمه مثلا. ولايه العاصمه اذا كان كوتي است الشرق عنده، الا كان كاين تاع فوردلو، تاع فوردلو كاين كاينه. نعم. كان فايزوم الغرب كاين شراقه، كاين شراقه تي بازا كاين. هل عندكم عناوين في الانترنت ولا هكذا؟ كاين على فاصون على مستوى صفحه الفيسبوك تاعنا كاين لي زادريس. اعطينا المركز. سيزا سيزا تي بازا فوكا. سيزا معناتها سي اي اس ا سي سونتر انترميديير دو سوان اديكتولوجي. كاين ثاني على السيت تاع لوفيس المركز الوسيط لعلاج الادمان. اذا فالمشاهد الكريم يدير في الانترنت هكذا يبحث المركز الوسيط لعلاج الادمان بالعربيه او سيزا بالفرنسيه لو سونتر انترميديير دو سوان اون اديكتولوجي هكذا. كاين ثاني اوسي على صفحه الفيسبوك تاع الديوان الوطني لمكافحه المخدرات. نعم يا كاع لي زادريس كاع تاع المراكز اللي متواجده. يدير فقط سيزا، يدير سيزا سيزا والا اوسي الديوان الوطني لمكافحه المخدرات. الديوان الوطني لمكافحه المخدرات وهكذا يدخل العناوين. يخرجوا يحوسوا لا صديقي صيبها يصيبها شو غاتا. نعم. اذا هذا العناوين مهمه جدا دكتوره عنتر. هكذا المشاهد راح يستفاد من الحصه ان شاء الله. ان شاء الله. وكذلك الفرقة التقنية مشكورة على هذا الإلحاح نتاعها على هذا التوجيه. إذا هناك فيه سؤال دكتور عنتر، من بين مضاعفات الإدمان على المخدرات طبعا هي مواد كيميائية يتناولها المدمن ولها أعراض، لها مضاعفات عفوا، ممكن أن تحدث أمراض عقلية خلال العلاج من الإدمان. هل ممكن فيه خطر انه ذلك المرض العقلي انه يكون استقر وخلاص ويبقى دائما المدمن فيه ممكن احتماليه مواصله علاج ذلك المرض العقلي، ام يزول المرض العقلي بزوال الادمان؟ باسكو هنا كاين بعض ما فيه الشفاء، كاين مواد اللي هما يخلقوا اعراض. نعم. اي لو فات كل انسان يحبس هذه الماده هذه الاعراض يروحوا. نعم. هذه الاعراض تاع مهلوسات بصريه سمعيه ولا فايزون لونكسيتي سي اون سادير كو هذا توسويس. وكاين با كونتر دي امراض واحد اخرين فون سيستالي امراض عقليه فون يكونوا هنا سي تو تافي نورمال الا استمر المواد استهلاك تاع المواد هذا المرض لا كرافيتي تاعها تزيد ولا صدق حبس الانسان هذا المواد اوتوماتيكمون المرض يستقر يتحسن. نعم. على هذا الشيء اللي احنا جينيرالمون لما نقولوا يستقر بمعنى انه يتحسن ماشي يستقر معناتها يبقى ستابيليتي يتحسن. دوكا سي بور سا اللي احنا نخدموا جينيرالمون كنا بعض الحالات نخدموا افيك نو زامي بسيكياتر دوك ساعات اطباء مختصين في الامراض العقليه ايفون بروندر اون شارج لا مالادي اي نو حنايا اون فا نستكلفوا بالادمان باه ما صديق سي عباك سي لي مرتبط
زغي لا قعد يستهلك هذه المواد ما راح يكون تحسن على المرض وكونترا راح يزيد مي جينيرالمون صادير سي دي مالادي اللي يكونوا يبانوا جينيرالمون سي الوالدين اللي فون رابورتي الوالدين هما اللي راح ينتبهوا باللي بايزون عاد زادت مي لو فات اللي يفهموا صادير كيفاش المرض ويفهموا صادير الاعراض واش عنده جينيرالمون يل اكسبت ميم لا بيرسون هي لحد الشخص بحد ذاته يل اكسبت اون فوا يل اكسبت يفهم المرض تاعو يرافقوه الوالدين تاعو صادير كو صادير نمشيو كاع كيما جينا في المشروع تاع التحسن تاعو بيان سور بما يبعد على الاستهلاك تاع هذا المواد. شكرا دكتور عنتر. ممكن نرجع لك دكتوره استاذه بو يعقوب. بالنسبة للأنشطة اللي تقوموا بها في إطار مرافقة العلاج حول الإدمان، فلو توضح لنا نوع الأنشطة، يعني هل هذه الأنشطة هي تواكب المستوى الفكري والمستوى التعليمي نتاع المدمن؟ ممكن إنسان عنده مستوى جامعي، ممكن إنسان عنده مستوى متوسط أو ثانوي، فهل أو يعني ما عندوش مستوى أصلا، هل هذه الأنشطة تواكب تأخذ بعين الاعتبار؟ وممكن جدا يعني المدمن راح يستمر معكم لما يعجبه النشاط، ممكن يخلق له جو عمل أو شيء من هذا القبيل؟ داكور، شكرا على السؤال. يعني التدخل نتاعنا يكون على حسب الحالة، على حسب العمر، لا ترونش داش. يعني ماناش راحين باغ اكزومبل اذا درنا تدخل جماعي اون انترفونسيون دو جروب، ماناش راحين ناخذوا مراهقين تحت 18 سنه مع 15 مع 30 سنه اكسيتيرا. دونك نخيروا الجروب ونتانيك نشوفوا لوبجيكتيف اللي انا حابين نلحقوا له، الهدف شنو هو. ربما بعض الحالات عندها نقص في التعبير، نقص في النقد، ليسبري كريتيك اكسيتيرا. دونك على حسب لوبجيكتيف اللي حابين نلحقوا له نوضعوا ورشات. هاد الورشات كي نوضعوهم يكون عندهم حصص، باغ اكزومبل ورشه تنميه القدرات الذاتيه عندها 4 حصص، باغ اكزومبل ورشه تنميه الثقه في النفس ثاني كيكون عندها 4 حصص، تقدر تكون جلسات فرديه وتقدر تكون جلسات جماعيه. وكاين انشطه ثانيك فكريه اللي بهم نقدروا نخدموا مستوى التركيز، مستوى الانتباه اكسيتيرا. دونك سي اون ريميدياسيون كوجنيتيف نعيطوا لها على المستوى المعرفي. وكاين ورشات يدويه ثانيك لتحفيز الفرد على المستوى الحركي وعلى المستوى الفكري. انشطه يدويه تقدر تكون باغ اكزومبل ديز اكتيفيتي فسيفساء، موزايك، فانغي، لابوتري اكسيتيرا. هادو ما كامل رايحين يحفزوا الشخص انه ينشط على المستوى الحركي، يعني يخرج من هذاك الخمول وين ما يدير والو، يقعد يقول لك توت لا جورني جو في ريان اكسيتيرا. دونك نحفزوه برك، ماشي انه يولي باغ اكزومبل الفنان الى اخره. مي تحفيز على مستوى الجسدي، على مستوى الفكري وين ينمي لا كرياتيفيتي نتاعو اكسيتيرا. دونك هذا التفتح راح يخليه يفكر في امور اخرى، في افاق اخرى. فوالا، دونك هو عندها حصص، يعني ماهوش رايح يقعد على طول كل ما يجي اكسيتيرا. باغ اكزومبل نقولوا له فريق العمل نتفقوا، عندك عده ورشات، واش من الورشه اللي تحسها باللي اولويه، يعني بالراي نتاع الطبيب اخصائي نفساني. دونك لي ريونيون دو جروب هو يسجل في الورشه اللي يحبها، وعنده 4 حصص باغ اكزومبل كل اثنين يجي باغ اكزومبل من اثنين لاثنين مع المجموعه او انترفونسيون انديفيديوال فرديه. شكرا لك استاذ ابو يعقوب. نمر لك دكتور عنتر، يا ريت لو فيه احصائيات عندكم تاع نجاح حالات لاقلعوا عن الادمان ويعني وصلوا الى بر الامان، عندكم احصائيات؟ عندنا صحيح برك صدق. نعم المعلومه تاعنا كيما صدق في الغوبورتاج سي فري كو 2017 استقبلنا 210 210 ماشي 2010 نعم داكور صدق سي 210. الا هضرنا صدق على الهدف سي كو احصائيات على الاستقرار على التحسن، الا هضرنا على فايز 60% هما صدق اشخاص يدخلوا في حاله الاستقرار. استقرار واش حاب يقول سي استقرار سي كو 3 موا سون سين ابليكي، صادير كو انسان شخص ما يستهلكش وما يبانوش اعراض تاع الانسحاب.
سيتير هنا اللي هضروا على استقرار اولي. نعم داكور. بالنسبه للرقم فقط الفرقه التقنيه حريصه وتتبع باهتمام معنا المخرج يعطيه الصحه 210 على المستوى الوطني ولا على المستوى العاصمه؟ على مستوى المركز. على مستوى المركز فوكا. مركز فوكا في 2017 استقبلنا 210 حاله. هذا مركز فوكا فقط. هذا مركز فوكا. صدق من قبل عطى الدكتور شاكالي بروفيسور شاكالي الى دوني لي ستاتيستيك اونيفو ناسيون احصائيات على المستوى الوطني. دونك الى هضرنا هذو صدق الاستقرار راح يكون صدق الي انسكري دون لا دوري طلب وقته وقت اي بيان سور بلا ما ننساو باللي هذا المراحل فيهم دي غاباج انتكاسات والانسان بوسيبل صدق يعاود يكونسومي. حنا بالنسبه لنا هذا الشيء عادي وكونترار اون لابلوديا دوما باسكو الانسان الفرد راه معنا رانا نرافقوا فيه كي صدق يصرى ويعاود انتكاسه صدق سي اون فان دي غاباج يزلق اون فا اناليزي سو دي غاباج يفهم علاش الى دي غابي اون فا تيغي دي لوسون اي فا ابخوندر. هذا هو البرانسيب صدق يفا ابخوندر باسكو من قبل على هضرنا على الجلسات اسمهم لي تيرابي دو سوتيان اللي يديرهم لي بسيكولوج لي زيرغو تيرابوت سي باسكو من قبل لو سونتر دانتيغي تاعو سي هذه الماده ما يعرف يدير والو يعرف ينوض صباح يكونسومي كيفاش يرقد سي تو سكي في فير مي اي سي فير دوكا بيعاود تخرجوا الفرد بيعاود يندمج في الحياه اليوميه والعمليه الاجتماعيه تطلب الانترفونسيون في شحال من نقطه اي سي سي سا صدق يمشي في المراحل فا ابخوندر ومن بعد صدق كل انتكاسه جينيرالمون بلوتو لي ديراباج كاين جوسكا 3 سي اون فو كاين 10% برك لي ديرابا. نعم داكور صدق مي وشنو صدق كو سي تو افي نورمال لو باركور اي لي ايماي دو روشوت. نعم شكرا لك دكتور عنتر. اذا نشكر السيده بو يعقوب اللي حضرت معنا اخصائيه نفسيه في حلقه اليوم، كذلك دكتوره عنتر نشكرك على حضورك معنا. شكرا لك. كانت هذه مشاهدي الافاضل موضوع اليوم في بلسم الادمان على مكافحه الادمان على المخدرات. هذا المرض هو مرض فعلا لا نعده غير ذلك، ولذلك الأخذ بيد المريض إلى بر الأمان يكون عبر فريق متعدد التخصصات، فيه نفساني، فيه طبيب، فيه مختص أمراض عقلية، فيه مختص اجتماعي، فالكل يعطي ويدلي بدلوه للفوز في النهاية بجائزة الشفاء إن شاء الله، فأجرها لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك كانت حصة بلسم حريصة على برمجة هذه الحصة ومواكبة هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة عبر هذه الأيام الإعلامية المبرمجة. كان ذلك يوم 24 جوان في تيبازا في ولاية تيبازا، وما زال مبرمج يوم إعلامي آخر في شهر سبتمبر إن شاء الله، ونحن على الدوام في نأخذ بيد أبنائنا وبناتنا عبر الوطن عبر هذه المراكز إن شاء الله. نسأل الله الشفاء لكل المرضى، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، والتوفيق والنجاح للأولياء في الأخذ بأيدي أبنائهم لهذه المراكز. نشكركم في نهاية المطاف والشكر للفرقة التقنية. أخيرا نضرب لكم موعد في الأسبوع المقبل مع موضوع جديد، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.